لو الحكاية فيها إن فيتو بنصب على ذمته السادة اللي مش في المعسكر، لأن المعسكر تعود على الانضباط والذين لم يخضعوا لمعسكر فبالتأكيد يحتاجون إلى قدر من الانضباط، فهنرجوهم في هذه الجلسة أن يلتزموا معنا. معسكر صفا، معسكر انتباه، شعب عربي واحد، وطن عربي واحد، شعب عربي واحد، وطن عربي واحد، جيش عربي واحد، سيف عربي واحد، حلم عربي واحد. تلك هي الميزة التي لا تتواجد في بقية الأحزاب ولا لدى مختلف القوى. أنا أرجو من السبب.